السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله، كل سنة طيبين. طيب النهاردة بقى معانا وصفة جديدة، طبعا عايزين تعرفوا هي ايه. هي الكل بيسألني عليها. قبل بقى اي حاجة هقولكوا هي ايه برضو عشان مبقاش غامضة معاكم. هي بذر الكتان، ده شكله بالمنظر ده، بيبقى عامل زي حبات السمسم بالشكل ده، بس اكبر من السمسم شوية ولونها بني. طبعا سألت عليه كتير، ده بيفيد الشعر في ايه؟ بينشف الشعر ولا لا؟ بيغذي الشعر ولا لا؟ طب بنعمله ازاي؟ بنستخدمه ازاي؟ في ناس بتستخدمه كيرلي، فازاي طريقة استخدامه للكيرلي؟ انا هجاوب على كل اسئلتكم دلوقتي بالتفصيل سؤال سؤال، وهنيجي نحضرها كمان مع بعض وهنشوف طريقتها ازاي وكم مرة بنستخدمها وبنعمل فيها ايه بالظبط. طيب نيجي بقى لأول حاجة في الاستخدام. هي ليها طريقتين الاستخدام. هو بيبقى بنعمله هيكون جل بالشكل ده، يعني هعمله معاكم دلوقتي هتشوفوه. دي كده نتيجته في النهاية جل بذر الكتان. هو اصلا بيبقى ملمسه جل وبيتعمل جل الشعر. احنا عاملين الجل دوت بوصفتين بطريقتين، ده مضاف له جليسرين عشان ده هيكون ترطيب للشعر، هيتعمل يعتبر زي ماسك للشعر، وده هيكون اللي بيتعمل كيرلي للشعر. وطريقة الكيرلي ازاي وتستخدميه ازاي؟ تمام. يبقى معانا دلوقتي جل بذر الكتان، ازاي هنستخدمه، ايه فوائده وكل حاجة فيه. اول حاجة، اول سؤال اتسألته، هل بذر الكتان بينعم الشعر، بيغذي بصيلة الشعر، يعني بينبت الشعر؟ طيب اول حاجة بقى هجاوبكم عليها، بذر الكتان هو حلو جدا 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 كنعومة وطراوة للشعر، للشعر الخارجي بس، لكن كبصيلة الشعر في ناس بيجي معاها وبينعم شعرها وبيغذيه، في ناس بيعمل لهم قشرة وبينشف فروة الشعر، لان بذر الكتان عامة هو عبارة عن جل بينشف الشعر وبيعمله كيرلي وسكرانش. تمام، هشرح لكم ازاي نعمله كيرلي وسكرانش، بس هاخدكم سؤال سؤال وخطوة خطوة. طيب هل بذر الكتان بينبت الشعر وبيعيد انباته او يطوله او حاجة؟ لا، بذر الكتان بيعمل ايه؟ بينعم الشعر، بيديله طراوة، ملمس حلو جدا جدا جدا، يعني دي اكتر حاجة حلوة فيه. طيب هتعمله ازاي بقى بذر الكتان؟ بذر الكتان ده جل هيتعمل ازاي، بيتحط مرتين في الاسبوع، هوريكم الطريقة برضو الاول واشرحها لكم. طيب نيجي لتاني سؤال برضو اتسألته، انا بفتكر لكم الاسئلة عشان ابقى جاوبتكم على كل الاسئلة. طيب بذر الكتان الجل بتاعه دوت، هل هو بيأثر على الشعر او بينشفه او بيعمل فيه اي اضرار؟ بذر الكتان بينشف الشعر، ايوه اكيد طبعا، لان هو ده جل زيه زي اي جل عادي. انت لو جبتي اي جل عادي حطيه على شعرك، يعني ده بيستخدم رجالي وحريمي، مش السيدات بس، تمام. اي جل في الكون يعني بينشف الشعر، انت لو بتحطي اي جل بيدي الشعر ملمس ناشف وبيعمل زي قشرة بسيطة. طيب احنا نتجنب بقى ده ازاي مع بذر الكتان؟ هنضيف له اي مرطب للشعر وهنعمله زي ماسك او حمام كريم. طيب اوكي، طيب هنيجي تاني حاجة بعد كده، وهي هل بذر الكتان بيتحط على فروة الراس او على فروة الشعر ولا على الشعر بس؟ طيب بذر الكتان ما بيتحطش على فروة الراس خالص، لان هينشف بصيلة الشعر معاكي وهيعملك قشرة، فاحنا لما هنيجي ندهنه على شعرنا لازم يكون على الشعر نفسه، نبعد عن فروة الشعر نهائي علشان ما نخشش في موال تاني خالص. طيب بذر الكتان هو حلو جدا للتنعيم، يعني انت عشان لو شعر هايش، شعر فاقد الحيوية بتاعته، عايز شعرك يبقى ناعم جدا، او هتستخدم بذر الكتان، جل بذر الكتان مرتين في الاسبوع. ده الجل هيدهن على الشعر، هتغلفي بيه شعرك كله، هيتساب لمدة ساعتين، بعد الساعتين هيتشطف بمية فترة بس من غير شامبو من غير اي حاجة. يعني بذر الكتان ده هيستخدم مرتين في الاسبوع، بس ده احنا ضايفين له جليسرين، يعني في اختيارات قدامك، بذر الكتان عشان ما ينشفش الشعر، لان في اسئله بتجيلي هل بذر الكتان بينشف الشعر، او انا استخدمته وعمل لي شعري بقى ناشف وبقى ملمسه ناشف، فايه الحل؟ لا، بذر الكتان عشان يديكي نتيجه صح هتضيفي له يا اما جليسرين او زيت جوز الهند او زيت الجوجوبا، يعني الثلاث زيوت دول كويسين جدا، انا بفضل تضيفي له يعني شويه جليسرين. تمام، ده كده شكله بعد ما عملناه ومضاف له جليسرين. طيب نيجي كمان لحاجة تانية، هل بذر الكتان للشعر الكيرلي بس؟ لا طبعا، هو للشعر الكيرلي والشعر الناعم، عشان كده احنا عملنا طريقتين للشعر الكيرلي وللشعر الناعم، هيتعمل هنا زي حمام كريم او حمام زيت. للشعر الكيرلي ما بيتشطفش من عليه، وهقول لكم طريقة استخدامه للكيرلي ازاي. طيب بذر الكتان هل لكل الشعر، او نعمل يعني الجل بتاعه القوام، يعني ساعات في ناس بتعمله تقيل في ناس بتعمله خفيف،
ده بيرجع لطبيعة الشعر. لو شعرك تقيل هتضطري تتقليه شوية. وازاي يبقى تقيل شوية؟ هتسيبيه يغلي على النار كام غلوة زيادة. طيب شعرك متوسط او خفيف هتعمليه قوامه على حسب تقل شعرك، تمام. طيب هنيجي بقى للكيرلي بيتعمل ازاي. احنا كده اتكلمنا للشعر الناعم ان احنا هنعمله مرتين في الاسبوع، وبيتساب ساعتين على الشعر وبعدين بيتغسل. بذر الكتان ده ضايفين له جليسرين وهوريكم ازاي دلوقتي، او ممكن بنضيف له زيت جوز الهند او زيت الجوجوبا، يعني عندنا خيارات، تمام. انا ضايفه له جليسرين يبقى شكله كده شفاف. طيب هنيجي بقى لحاجة تانية اللي هو ازاي نستخدمه للشعر الكيرلي. تغسلي شعرك تنشفيه تنشيف يعني 80% 70% بكتير قوي، مش هتنشفيه جامد قوي، هيبقى لسه فيه رطوبة شوية. هنبتدي بقى ندهن الشعر كله من بدايته لاخره، بس طبعا نبعد عن فروة الشعر عشان ما يعملش معانا قشرة وتلاقي من تاني يوم بقى كده شعرك قشر. يعني من بداية الشعراية كده هتمسكيها لغاية اخرها شوية 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 شوية، كل ده بالجل اللي هو لوحده خالص من غير اي اضافات. هنبتدي بقى نغلف الشعر كله بايه، بجل بذر الكتان. وتمسكي شعرك بقى تعمليه سكرانش، يعني ايه؟ يعني انت تعمليه كيرلي شويه يعني كده بس بايدك، وتسيبيه ينشف لمده ساعه. طبعا لو شعرك خفيف ممكن ينشف في نص ساعه او ساعه الا ربع، يعني على حسب كثافه الشعر وسمك الشعر. طبعا انتوا عارفين بيختلف من شعر لشعر على حسب كثافته. طيب بعد ما ينشف بقى شعرك خلاص هتلاقيه ازاي؟ هتمسكي الشعرايه هتلاقيها ناشفه حجر زيها زي اي جل عادي. فانت هتقومي عامله بقى ايه، سكرانش، انك هتعمليه كده بالطريقه دي على الشعر كله، هتلاقي الشعر جه معاكي بقى كيرلي وبقى روعه بصراحه. طبعا الجل لما بينشف على الشعر ممكن في طبيعه الشعر تبقى جافه شويه وفي شعر دهني على حسب طبيعه الشعر. لو انت شعرك جاف او حاسيه بقى ان الشعرايه ناشفه وشكلها جاف مش لطيف او عايزه لمعه بسيطه فيها، نقطه زيت جوجوبا على طراطيف صوابعك كده، وبتمسكي الشعر يعني حاجه بسيطه كده بعد في النهايه خالص بعد ما ينشف خالص، تديله بس لمعه خفيفه بزيت الجوجوبا، تمام. ده هيخليكي شعر كيرلي وملمس ناعم هيبقى رهيب، يعني جربيه بجد بجد. ومستنيه برده ردكم تقولوا لي عمل معاكم ايه. ده بالنسبه للشعر الكيرلي اللي هنعمله سكرانش بذر الكتان اللي هو لوحده. وكده عملنا ماسك بذر الكتان اللي هو متضاف ليه جليسرين او زيت جوجوبا او زيت جوز الهند. يلا بينا بقى نشوف الوصفة ازاي والخطوات ازاي هنعملها وهنسويه ازاي وهنعمل كل حاجة ازاي عشان يبقى معانا جل كده، من ان هو حبوب هيبقى جل، ماشي. قبل اي شيء وقبل ما نشوف الوصفة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك والشير، وابعتوه لكل صحباتكم عشان يستفادوا منه. يلا بينا على الوصفة. دلوقتي معانا مقادير الوصفة. اهم حاجة نجيب اناء يكون صوره عالي كده او حلة تكون كبيرة شوية. معايا 4 معالق بذر كتان وكوبايتين ميه. هنبتدي نضيف الكوبايتين الميه واربع معالق بذر كتان ونحطهم على النار يغلي مع استمرار التقليب فيهم علشان بذر الكتان ما يلزقش تحت او يكون كله متكتل من تحت. نقلب فيهم كويس كده واوريكم شكله بعد ما يغلي كده. بعد اول غلوه ابتدى يتماسك شويه ويطلع جل. طبعا احنا بنختار قوامه على حسب ما احنا عايزين. لو عايزه قوامه يكون تقيل شويه على حسب كثافه شعرك بتسيبيه يغلي اكتر، يعني كل ما هيغلي كل ما يديك كثافه اكتر. يعني هو بيغلي على النار مش اقل من 10 دقائق، يعني من 10 دقائق لربع ساعه لغايه ما نشوف القوام يكون مظبوط معانا. وتوطي عليه علشان ما يفورش على البوتاجاز ويبوظ الدنيا معاكي. هجرب شويه منه على طبق. شايفين كده القوام بقى جل ازاي؟ كده عطانا القوام الجل بالمنظر ده كده. هنزل الجل واطفي عليه وابتدي بقى اصفيه. هجيب مصفى اصفي اول جزء سايل في الجل كده، شايفين طبعا بينزل. بس بالنسبة للبذور دي مش هينفع نصفيها كده في المصفى، فهرجعها تاني ونجيب بقى فردة شراب، اي فردة شراب فيليه تكون قديمة عندك او مش عايزاها لانها هتترمي طبعا مش هينفع تتغسل، ونصفي بقيه بذر الكتان الموجود في الشراب. كده انا حاولت اصفيه تاني، طبعا ما بتصفاش خالص. دي فردة الشراب هصفيه كده
جوه الشراب واضغط عليه جامد. هو طبعا بيبقى مقزز شوية او مش ظريف، بس هي دي الطريقة الوحيدة اللي نقدر نستخلص بيها بقايا الجل اللي بتبقى مغلفة بذر الكتان. شايفين بالشكل ده، هنضغط عليه هينزل كل العصارة بتاعته بقى او كل الجل اللي فيه. بالشكل ده طبعا لازم تكوني لابسه جلافز علشان يطلع من ايدك، لان لو مش جلافز طبعا هيبهدل الدنيا. هبتدي اكمل الكميه اللي باقيه بنفس الطريقه وبكده. طبعا هو سهل ان انتي تعمليه، مش صعب خالص. هنسيبه يبرد، اقلبه كويس. طبعا لازم تحافظ في التلاجة زي ما اتفقنا، اي حاجة عاملينها طبيعية ما بتقعدش اكتر من اسبوعين، دي فترتها انت بتشوفيها غيرت لون غيرت ريحة، بس هي مدة الصلاحية بتاعتها اسبوعين لانها من غير اي مواد حافظة. بس لو انت عايزة تستخدميها لمدة اكتر من كده، هاتي قوالب تلج اللي هي اللي بتعملي فيها مكعبات التلج، وحطي فيها بذر الكتان الجل ده، هيتجمد معاكي في الفريزر، ولما تحبي تستخدميها تطلعيها قبلها بشوية تسيح وبعدين تستخدميه عادي خالص. هنعمل منه دلوقتي نوعين جل، نوع جل هنعمله زي ماسك او حمام كريم، ونوع الجل التاني هنعمله اللي هو بيتعمل كيرلي للشعر. اول حاجة هنجيب ازازة تكون مغسولة ومتعقمة كويس، ونفضي فيها جزء من الجل اللي احنا عملناه. بالشكل ده هفضي منه شوية عشان احط له مادة تكون دهنية علشان تدي ترطيب للشعر، لان زي ما قلنا بذر الكتان بيعمل بينشف الشعر، لو في كمان شعرة جافة بتبقى ناشفة اكتر. فانا هضيف جليسرين، ممكن تضيفي جليسرين او زيت جوز الهند بالشكل ده او زيت الجوجوبا. فانا هضيف له زيت هضيف له جليسرين، لان ساعات زيت جوز الهند مش بيجي مع كل انواع الشعر، ده بيرجع على حسب شعرك. شايفين كده الجليسرين، هرجه كويس وده كده يتحفظ معايا في التلاجة، بنستخدمه مرتين في الأسبوع، بيدهن على الشعر لمدة ساعتين وبعد كده بيشطف عادي خالص. وبكده عملنا جل بذر الكتان، ده بيديكي ترطيب ونعومة جامدة جدا للشعر، ممكن تضيفيله زيت الجوجوبا. طيب هنعمل بقى الطريقة التانية، وهو الجل اللي هنعمل بيه كيرل للشعر. ده قلنا هنستخدمه مرتين في الأسبوع، الجل اللي عملناه بإضافة الجليسرين هيتساب ساعتين وبعد كده يتشطف، بيخلي الشعر ناعم جدا وطري ونعومة وانسيابية ولمعان كمان، يعتبر كرياتين طبيعي للشعر. طيب احنا بقى دلوقتي عايزين نعمل الشعر كيرلي، فالجل الباقي ده مش هنضيف له أي حاجة، هنحطه برضو في إزازة أو برطمان أو أي علبة عندك، تمام، وبعدين هنشيله في التلاجة للاستخدام. وزي ما قلتلكوا طريقة استخدامه ان هو بيتحط على الشعر مبلول، وبعدين بنعمله كيرلي شوية، وبعدين بنعمله سكرانش، ولو ناشف هنضيف له حاجة بسيطة زيت الجوجوبا. طبعا كلنا عارفين دلوقتي انا قلت لكم كل فوائد بذر الكتان، طريقة استخدامه كده بقيتوا لمين بكل حاجة تخص بذر الكتان. طبعا بيختلف من شعر للتاني، ودلوقتي بقى هنعمل الخلطة اللي هتعمل الشعر كيرلي. هنجيب ازازة تانية برضو ونفضي فيها باقي الخليط دوت، بالشكل ده بيتحط على شعر مبلول ويتساب ساعة لغاية ما ينشف، بنعمله كيرلي وبعدين سكرانش، ولو هو محتاج ترطيب نقطة زي جوجوبا ونرطب بيه. طبعا اهم حاجه يتحفظ في التلاجة، مش هقولكوا تاني علشان ما يبص. طبعا هو الجل ده بينعم الشعر حلو قوي وبيخليه ناعم وانسيابي. وبكده بقى جاهز معانا جل بذر الكتان. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واللايك والشير، وابعتوا الوصفه لكل صاحباتكم واعملوا لها شير عشان الكل يستفاد منها، لان في اسئله كتير بتجيلي على بذر الكتان وازاي يستخدموه وازاي نعمله. فطبعا كده الفيديو معاكم مليان بكل حاجه تخص بذر الكتان، وإلى اللقاء في فيديو آخر مع هيام سار.